نقول بعض الكتل السياسية للأسف لا تريد للصغير أن يكبر، ولا تريد للضال أن يهتدي، ولا تريد للضعيف أن يشتت ساعده، تريد أن تبقي على تجربة الفشل. تجربة الفشل لا جربنا. لا مو تجربة لا اسمح الفشل. لا يا خلي أنا أتكلم لك. مو تجربة الفشل. السؤال اللي أنا أتحمل مسؤوليته. ما يخالف أنا أخو أنا كتلة كبيرة وجاي أحصل وزارات. اسمح لي. وأحصل سفارات. أقول لك. على أساس أخلي. أقول لك. سيد حسين ودكتور علاء. أنا أحشي بالديمقراطيات. إنه يكبر حجمهم ويأخذون جزء من حصتي. ما أقبل. أنا لو أتكلم بالديمقراطيات والآليات الديمقراطية المعتمدة بالعالم وأحترمها وأحترم دستوري. مو بالقوة الناس. أتكلم بصيغة العشائر. مو بالقوة. يصير الآن لابد أن أشترك في هذه الحكومة. لا هذا مو شرط. ألمانيا 49 نائب فقدوا السيطرة و 51 شكلوا حكومة هاي الحالية في ألمانيا زي. في أمريكا في كل دول العالم. زين أنا شنو أبسط رد يقول لك هاي ديمقراطيات مستقرة لا تجي علي. أنا يعني إذا التبريرات ديمقراطيتي التبريرات اللي صدرت في عام 2014 بتشكيل الأغلبية من قبل أعضاء في الإطار لأنه كانت تخدمهم الآن لا تخدمهم. هذا ملح الإجاج وهذا عبد بن فرات مو هذا عبد بن فرات وملح هذا ملح الإجاج. يعني باللي يعجبني بالمزاج مالتي هذا لا يخدم الشعب.